السلام عليكم. ازاي استخدم الارتفيشال انتليجنت او الذكاء الاصطناعي عشان تجهز المحتوى للطلبه بتوعك؟ ده موقع سهل جدا وبسيط, tutech.ai, بيديك الورك شيت, بيديك الاكسرسايز الليسون بلان, وفي خطط مجانيه وفي خطط بتكون اقصر بتكون مدفوعه. يعني هنا مثلا بتبقى 5 اكسرسايز, هنا بيبقى 100, هنا 200. طيب كل عليك ان انت تقوله بس ستارت, وبعد كده تختار انت عايز تشرح ايه. هو حتى الان هو مركز على الاربع لغات, لكن بعد كده هيبدا يضيف مواد تانية كتير جدا, ولكن مثلا الانجليزي. طيب هتشرح ايه مثلا؟ هشرح مثلا الويل فيوتشر. فبيقول لك خلاص ممكن انت بقى تجهز المالتي تشوز اختيارات او بلانك تكست وهكذا. تمام. طيب ممكن تعمل بيرسونال, تكتب حاجه بحيث انت تخصص الموضوع. هقول له كرييت, انا عملت حساب ودخلت تاني, فبقول له ان انا عايز مثلا الويل فيوتشر وعايز مالتشوز, واقول له كرييت, فيبدا يعمل لك كرييت للاسئله. الاسئله دي مش موجوده في اي موقع تاني مفروض, يعني عملهم لك بالشكل دوت. وممكن ايه يو ويل ستادي مثلا تشيك وهكذا, وتبدا ان الطلبه تختار. او لو انت عايز تاخدهم كوبي بيست بحيث ان انت تبعتهم للطلبة, فهي موجودة هنا بالشكل ده, فهيساعدك شوية في ان انت تجهز الاسئلة والاختيارات والحاجات دي كلها. تعالى مثلا نقول له الفيوتشر, وممكن نقول له لا ده انا عايز مثلا تبقى التكست فاضية وهم يكتبوها مثلا. تيجي معاك بالشكل دوت, هما يبدأوا يكتبوا او انت تسألهم ويكتبوا.